Hello Prep 1, we are still in Unit 7, but today you are going to have a test based on Unit 7. Are you ready? Let's get started. أول سؤال هيجي في الامتحان هو سؤال listening. هيقول لي lesson and choose the correct answer from A, B, C or D. وهيبقى عندنا أربع أسئلة choice اختيار. الاستراتيجي اللي المفروض اتبعها في حل السؤال ده هي ايه؟ انه انا اقرا الاربع اسئله الاختيارات اللي عندي ليه؟ عشان اول حاجه اعرف المين بوينت بتاعت اللاسنينج تكست هتكون عن ايه؟ تاني حاجه عشان اعرف انا هعمل فوكس على انهي بورت يعني مثلا تعالوا نقرا الاسئله مع بعض هنا بيقول لي When did أحمد go to Sam's house? On Saturday, on Monday, on Sunday, or on Tuesday? Which sport did they play? Basketball, volleyball, handball, or football. Who helped him with the homework? His father, his mother, his grandfather, his friends. What is in the sports center? A gym, a playground, a swimming pool, a stadium. Here, I have an idea that I will talk Ahmed and that he made a visit house, والفوكس اللي هيكون هيكون على اليوم وهيكون على الاسبورت اللي لعبوها سوا ومين الشخص اللي ساعد أحمد في الهومورك بتاعه وكان في إيه في الاسبورت سنتر دلوقتي تعالوا بقى نسمع اللسنينج مع بعض At the weekend أحمد went to Sammy's house on Saturday and they played football in the park He doesn't usually like football but all Sammy's brothers wanted to play On Sunday Mom helped Ahmed with his homework. Then he went with his dad to the sports center. There is a really big swimming pool. دلوقتي بقى تعالوا نحل الأسئلة. Number one بيقول لي when did Ahmed go to Sam's house? الإجابة الصح هتبقى on Saturday يوم السبت. Number two which sport did they play? لعبوا رياضة إيه؟ الإجابة الصح هتبقى football لعبوا كرة قدم. Who helped him with his homework؟ مين اللي ساعد أحمد في عمل الهومورك بتاعه؟ الإجابة الصح هتكون his mother What is in the sports center؟ كان في إيه في الـ sports center؟ هو في الآخر قال there is a really big swimming pool فالإجابة الصح هتبقى a swimming pool دلوقتي تعالوا ننتقل للسؤال التاني في الامتحان واللي هو complete the following dialogue هنكمل الـ dialogue التاني منى Do you like classical music, Dina? Dina: Yes, it's my favorite. Mona: When you go to a concert? Dina: I went to a concert last year. It was fantastic. Mona: You got a ticket for the concert on Saturday? Dina: Yes, I have. Mona: Can I come with you? Dina: Yes, you can. Are you happy about that? منى yes, هنا لازم نقرا الدايلوج كله عشان نعرف المين بوينت بتاعت الدايلوج عن ايه وبعد كده نحل سؤال سؤال هنا الدايلوج ما بين منى ودينا بيتكلموا عن الكلاسيكال ميوزك وبيتكلموا عن ان هي راحت قبل كده الكونسرت اللي هي الحفله الغنائيه طب اول سؤال بيقول Do you like classical music? هل بتحبي الموسيقى التقليدية القديمة؟ فهي قالت لها هنا يس yes, it's my favorite هنا ده سؤال ايه يس yes, نو no question يعني اجابته يا اما بيس يا اما بنو وهي وجاوبت بيس طب افتر يس yes بنحط ايه بنحط السبجكت وبعد السبجكت بنحط auxiliary verb فالاجابه الصح هتبقى يس اي دو لانه يو في السؤال بتتحول لاي في الاجابه وبعدين نزلنا الاوكسيلري اللي هو دو يس yes, I دو it's my favorite منى سالت سؤال قالت لها وين وين يعني متى بنسال بيها عن التايم عن الوقت يو go to a concert؟ تعالوا نشوف الاجابه I went to a concert last year. It was fantastic. أنا رحت الحفلة السنة اللي فاتت وكانت رائعة. هنا التنس بتاع الانسر فين في الباست simple عرفت منين؟ عرفت من المين verb اللي هو went. الجملة اللي بتعبر عن الماضي البسيط ما بيبقاش فيها auxiliary فأنا هنا بصيت للفعل لقيته في التصريف الثاني فبالتالي ايه هو ال auxiliary verb اللي هيمشي مع ال past simple فهقول When did you go to a concert؟ امت روحتي الحفلة؟ فهي قالت I went to a concert last year, it was fantastic تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده You got a ticket for the concert on Saturday؟ Yes, I have هنا دينا جاوبت قالت يس وبعدها حطت السبجكت اللي هو اي وبعدها حطت هاف هو هنا عايزني احط الكويستشن وورد الاداه الاستفهام اللي انا هحطها هنا هل هتبقى ايه المفروض انها تبقى هاف عشان الاجابه فيها هاف فالسؤال هيبقى هاف يو got a ticket فور ذا كونسرت اون Saturday؟ فالاجابه كانت يس اي هاف بعد كده نمبر 4 كان come with you Yes, you can. Are you happy about that? قالت لها إيه بقى هنا؟ في الإجابة قالت لها Yes, you can. اتفقنا إنه أول ما أشوف يو بتبقى I و I بتبقى يو فهنا بتقول لها أيوة ممكن تيجي. فهي قالت لها إيه؟ Can I come with you? ممكن أجي معاكي؟ قالت لها Yes, you can. Are you happy about that? قالت لها Yes, it's fantastic. هنا السؤال بتاعي are you happy about that هنا الإجابة هتبقى yes إيه بعد yes بحط ال subject واتفقنا إنه you بتتحول ل I طب I هينفع أقول yes I are no طب الصح أقول إيه هقول yes I am أيوة أنا مبسوطة ليه حطينا am حطناش are لأنه ال subject pronoun I ما بياخدش are بياخد am عشان كده قلت yes I am It's fantastic بعد كده السؤال الثالث في الامتحان هيكون Reading comprehension وهي قطعة للفهم هتيجي من برا المنهج وطالبين ان احنا نقراها كويس قوي ونحل عليها Number 3 بيقول Read the following then answer the questions تعالوا نقرا التكست مع بعض Yesterday was Sunday I had a terrible day I got up at 7.30 in the morning I got dressed and packed my school bag. يعني إيه؟ إمبارح كان يوم السبت. I had a terrible day. كان يوم فظيع. Very bad. I got up at 7.30. كلمة 7.30 هنا معناها 37 دقيقة اللي هي 7 ونص. وفي طريقة تانية أقول بيها 7 ونص واللي هي تبقى half past 7 اللي هي 7 ونص. And the morning I got dressed يعني ارتديت ملابسي and packed my school bag. وحضرت شنطة المدرسة. I missed the school bus. فوت الأتوبيس. Because I was late. كنت متأخر. ما لحقتوش. So عشان كده عمل إيه؟ I took a taxi to school. خدت تاكسي للمدرسة. I arrived at school very late. وصلت متأخر قوي المدرسة. My teacher was angry with me. مدرس بتاعي كان غضبان مني. He asked me for my homework. طلب مني الهومورك بتاعي but I forgot my notebook ولكني نسيت الكراسة بتاعتي. I felt very sad معناها كنت حزين جدا. I went back home at 3 o'clock. رجعت البيت الساعة 3. My letter brother was hot. أخوي الصغير كان عنده حرارة. We took him to the hospital. خدناه المستشفى and finally وأخيرا he got better. يعني تحسن I was worried about him كنت قلقان عليه When we went back home لما رجعنا البيت It was night كان بالليل And I couldn't do my homework وما قدرتش أعمل الهومورك بتاعي What a terrible day I had دلوقتي تعالوا نشوف الأسئلة Answer the following questions Number one How did he go to school? المفروض أن أنا أرجع أقرأ الأسئلة وأرجع أقرأ القطعة تاني بتركيز وأعمل فوكس على الإجابات بتاعة الأسئلة بتاعتي، أول سؤال بيقول How did he go to school؟ كلمة هاو معناها كيف وبتسأل عن الطريقة عن الواي؟ هو راح المدرسة إزاي؟ هي went to school by taxi راح المدرسة بالتاكسي نمبر 2 why did he arrive at school very late؟ هو ليه وصل المدرسة متأخر أوي؟ why هنا بتسأل عن الريزن reason عن السبب ومعناها لماذا؟ الإجابة هتكون because he got up at 7:30 صحي الساعة 7:30 he missed the school bus وفوت الأوتوبيس and took a taxi وخد تاكسي number 3 بيقول how did his brother when he went back home after school كيف كان أخوه لما هو رجع البيت من المدرسة؟ الإجابة هتكون his little brother was hot كان عنده Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, I got up at in the morning. Half past seven, quarter past seven, quarter to seven, or seven. هو صحيح إن النوم ونص. واتفقنا أنه في طريقتين نقول بيهم سبعة ونص وهي نقول it's seven thirty يعني سبعة ونص أو it's half past seven number two my teacher was angry because I didn't do my homework forgot my notebook forgot my book was absent المدرس بتاعه كان زعلان ليه because I forgot my notebook يعني نسيت الكراسة بتاعتي number three I returned home in the morning in the afternoon at night at noon الإجابة الصح هو وصل البيت متأخر بالليل يبقى I returned home at night بعد كده هيبقى عندنا سؤال لتشوز على الفوكابولاري والstructures choose the correct answer from A, B, C or D وده هيكون على ال vocabulary على الكلمات وعلى ال structures اللي خدناها في unit 7 number one I saw an about dolphins I saw an show park Plantarian or expression الإجابة الصحة هتكون إيه تعالوا هنا نشوف كلمة حاطتلي أداة آن طيب ممكن حد يقول لي الإجابة ممكن تكون I saw show about dolphins شفت عرض عن الدلافين طيب كلمة show بدأ consonant letter ينفع نحط قبلها an no طيب I saw an park no I saw an planetarium no I saw an exhibition about dolphins الإجابة الصحة تبقى expression اللي هو معرض عن الدلافين number two I on the big wheel last weekend. I show, I watched, I listened, I rode. الإجابة الصحة هتكون I rode on the big wheel last weekend. ركبت على العجلة الكبيرة اللي بتكون في الفان فير last weekend. Number 3 to be means not with other people. إنك ما تكونش مع ناس Crowd, alone, quiet, or orphan. معناها ايه انك انت تكون لوحدك بدون ناس؟ الاجابة الصحيحة تكون to be, alone. عشان تكون لوحدك وحيدا means not with other people. Number four. My grandfather was a and sailed around the world. Worker, doctor, sailor, or waiter. My grandfather جدي كان إيه وأبحر حول العالم يبقى كان سيلر بحار تعالوا نشوف number five I swimming last night I went so played had الverb اللي بيجي مع swimming بنقول I go swimming بس هنا last night فهناخد الماضي من جو وهو هيبقى went I went swimming last night number six music is sometimes very loud كلمة loud هنا معناها صوتها عالي quiet well listen ولا well, rock which type of music إيه نوع الموسيقى اللي بتكون loud الإجابة الصح هتكون Rock music is sometimes very loud. Number seven. Do you think this glass bottle well and the water? Thank, think, sink, or sank. هل تعتقد أن الإزازة دي? بعد well لازم يجي الverb infinitive. طب كلهم infinitive. عندي هنا كلمة sink معناها غرق في الماضي، الماضي من think الإجابة هتكون إيه؟ do you think this glass bottle will sink هتغرق أو هتغوص in the water number eight when you go to the museum I went to the museum last Saturday do does did or are عشان نحل السؤال ده لازم نبص على زمن الانسر تعالوا نشوف الانسر بيقول I went to the museum last Saturday عندي كلمتين بتدل ان الزمن ده past simple الا وهي اول واحدة went وهي الماضي من جو تاني حاجة وورد على ال past simple وهي last فايه هو auxiliary verb اللي هحطه مع الماضي البسيط الاجابة هتكون When did you go to the museum? متى ذهبت للمتحف؟ Number nine, I am very hungry. I don't want to eat another dish. But, and, although, or so. هنا أنا عندي two sentences. وال two sentences دول بينهم contrast بينهم تناقض الكلمة اللي بستخدمها عشان أعبر عن التناقض هتكون although I'm very hungry I don't want to eat another dish Number 10 Can you play tennis? No I can't Don't Didn't or hadn't؟ هنا السؤال بادئ بمعدل verb فعل ناقص اللي هو كان فالإجابة لازم يكون فيها كان بس هنا في no واتفقنا إنه مع no نو بنحط not فإيه هو ال negative form من كان؟ الإجابة هتبقى no I can't دلوقتي تعالوا ننتقل لسؤال نمبر 5 في الامتحان واللي هيكون read and correct the underlined words number one when did Dina's family went to the restaurant في السؤال ده هيجيب لي question أو هيجيب لي sentence وهيكون فيها mistake هيكون فيها غلط والمفروض إن أنا صحح الخطأ هنا هو حاطط خط تحت went طب تعالوا نقرأ ال question تاني when did Dean's family went to the restaurant هو هنا ال auxiliary verb في ال question dead, طب معدد بنحط ال verb infinitive ولا in the past بنحطه infinitive فالإجابة الصحة تكون go When did dina's family go to the restaurant ليه؟ عشان معدد لازم يجي هنا infinitive مصدر without any additions number two Do you like jazz؟ Yes, I like هنا السؤال yes no question بادئ ب auxiliary verb اللي هو do do you like jazz yes. اتفقنا في الانسر بنحط yes وبعدها subject وبعدها ال auxiliary verb اللي هو كان في السؤال فهنقول yes I do مش yes I like number 3 you have got a red pen هنا ده question والمفروض إن هو يبقى بادئ بال فيرب verb صح؟ هو هنا بادئه بال وبعدين حاطط ال فيرب verb فالإجابة الصح هتبقى have you بدأت بال فيرب verb بعدها حطيت ال subject have you got a red pen number four can your best friend speaks French؟ هنا حاطط خط تحت speaks طيب السؤال هنا بادئ بالمودل verb كان وكان لازم يجي معاها الverb infinitive كل المودل verbs بيجي بعدهم الverb infinitive فهنا الverb في S فالإجابة الصحة هتكون speak can your best friend speak French؟ بعد كده آخر سؤال عندي في الامتحان هيكون writing وهيقولي write a paragraph of about 80 words on حوالي تمانين كلمة عن your last weekend عن العطلة الأسبوعية بتاعتك طبعا هنا لازم نفتكر ال writing tips كويس قوي اللي هي ال capital letters ال full stops ال exclamation marks وأهم حاجة هي التنس أنا هنا هتكلم عن your last weekend يعني العطلة الأسبوعية فهي أكيد حاجة حصلت in the past فأكيد التنس بتاع الباراجراف بتاعي لازم كله يكون in the past simple تعالوا نشوف ممكن نكتب ايه the last weekend I went to the fun fair رحت الملاهي هنا كلمة went حطيناها في زمن ال past simple I went with my family ذهبت مع عائلتي we went there by car رحنا هناك بالعربية my father bought us the tickets حطينا كلمة بوت يعني اشترى لنا الماضي من باي there were a lot of interesting games كان في ألعاب هناك كتير I rode كلمة where هنا برضه في الباست past I rode on the big wheel كلمة rode يعني ركبته بيجي بعدها حرف الجر on I rode on the big wheel my brother was very happy كان سعيد قوي بعد was ده بتعبر عن الباست past simple بحط يا إما feeling يا إما نعون فهو هنا في لينك الشعور بتاعه كان إيه my brother was very happy adjective my little sister played video games أختي صغيرة لعبت video games my parents went for a walk كلمة went for a walk معناها ذهبوا للتمشية يعني كانوا بيتمشوا we ate ice cream كلمة ate الماضي من eat يأكل We all had a wonderful time كلنا استمتعنا بالوقت We went back home at night رجعنا البيت بالليل We decided to go there again قررنا ان احنا نروح هناك مرة تانية كل ال verbs اللي عندي في الparagraph كانت في زمن ال past simple عشان انا بتكلم عن action started and ended in the past طبعا نخلي بالنا من الـ Capital نخلي بالنا من الـ Fall Stops at the end of each sentence وبكده نكون خلصنا الامتحان على Unit 7 See you next unit. All the best